أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس البيزك أوفثالمولوجي. نبدأ درسنا بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على القائل: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. زي ما تعودنا في كل درس بنحاول نبدأ بصورة للتأمل، والتأمل ده شيء جميل جدا ان انت تشوف الصورة دي بتقول ايه. ياريت حضراتكم كل واحد فيكم يبص على الصورة كده ويفكر هي بتديله ايه. ممكن تعمل بوز للفيديو، تستنى شوية وتفكر وبعدين تكمل الفيديو تاني. اقول لكم بكلمة بوز، دي حادثة ظريفة كانت حصلت لي زمان مع واحد من اصحابي. كنا بنتفرج على فيديو وكان عايز يوريني حتة معينة في الفيديو، فبيقول لي لما جت الحتة اللي هو عايز يوريهاني قال لي: بوز الفيديو هنا، بوز الفيديو. قلت له: بوظه ازاي يعني؟ الفيديو كويس، بوظه ليه؟ قال: لا بوظه يعني اعمل له بوز. فانتوا اعملوا بوز دلوقتي وقولوا لي شايفين ايه يا ولد، اعمل بوز. طيب، بعد ما رجعنا من البوز، الناس اللي اتأملت، الناس العاطفية شايفة صورة القلب، ودي اللي همها الحب اللي بين الناس. والناس العملية شافت ان اتحاد الناس مع بعض وجود هدف مشترك يخليهم يرسموا صورة جميلة مليانة حب. الناس اللي بتؤمن بالمساواة شافت ان البيض والسمر الاتنين ايكوال، والاتنين بيشاركوا في رسم الصورة الجميلة. الحقيقة لو الناس conjoined each other، لازقين مع بعض، يقدروا يعملوا صور جميلة كلها حب وكلها إنجاز. جميل جدا الصورة دي. طب إيه علاقتها بقى بالدرس بتاع النهاردة؟ مقصد النهاردة هناخد الconjunctiva، وحنعرف دلوقتي علاقة الconjoined together مع الconjunctiva. احنا من فضل الله خلصنا الانترودكشن والامبريولوجي والليد واللاكريمال سيستم، ودخلنا النهارده فين؟ في الكونجنكتيف. لازم نبقى عارفين الانتندنج ليرنينج اوت كمز من درس الكونجنكتيف كله، وهي تو ديسكرايب اناتومي اوف ذا كورنيا، ديستينجويش تايبس اوف اكيوت انفكتيف كونجنكتيفايتس اند ستيت ذير تريتمنت، كونستراكت مانجمنت بلان فور بينليس ريد اي، اوتلاين دايجنوزيس اند تريتمنت اوف تراكوما، distinguish type of allergic conjunctivitis, describe clinical picture and treatment of pterygium. لو قسمناهم مواضيع هنقول ان هم anatomy وphysiology وpathology، والpathology conjunctivitis وdegeneration وxerosis وpigmentation. الناس اللي بتدور على امتحان اخر السنه النظري يجي الاناتومي ويجي الكونجنكتيفايتس ويجي التريجيوم. كونجنكتيفايتس اللي يجي فيها الانواع الانفكتيف البكتيريا، ممكن تيجي فايرال كونجنكتيفايتس، دي الانواع اللي عاده بتيجي في الكونجنكتيفايتس. والالرجيك برضه كونجنكتيفايتس من ضمن الحاجات اللي هي كومن انها تيجي. اما بالنسبه للامتحانات الشفوي، فطبعا زي ما احنا عارفين في الشفوي توقع اي مفاجاه تحصل لحضرتك. الكونجنكتيفا اناتومي، لو حبينا نعرف تعريف الكونجنكتيفا هنلاقيها جايه من كلمه لاتيني اسمها كونجنكتس، يعني تو جوين توجذر، وجمعها كونجنكتيفي، ولو هنسب اليها هتبقى كونجنكتيفال. كونجنكتيفا از نيمد بيكوز ات كونجوين ذا اي بول تو ذا ايليد، هي اللي بتلزق او بتلحم، عشان كده سميناها الملتحمه، هي اللي بتلحم الليد في الايه؟ في الاي بول، وتوصل الليد بالاي بول. عشان كده احنا زي ما العين كانت محتاجه حاجه تلحم الليد بالاي بول، احنا محتاجين لهدف مشترك الناس كلها جوين ايتش اذر، كونجوين ايتش اذر، علشان ترسم صوره جميله زي اللي احنا شايفينها. هنقول الديفينيشن هي ديليكيت سيمي ترانسبيرنت ممبرين ذات لاين ذا اي ليد اند كفر ذا اكسبوزد سيرفيس اوف ذا سكليرا. الجزء اللي بيغطي الايريد اسمه بالبيبرال كونجنكتيفا، والجزء اللي بيغطي السكليرا اسمه البلبر او الاوكلر كونجنكتيفا. ساعات بسميها كمان تونيكا كونجنكتيفا، او بسميها كونجنكتيفا ساك. لو فتحت الجاكيت بالشكل ده، البطانه ديت لو اتخيلنا ان ده الليد، البطانه ديت هتبقى الكونجنكتيفا بتاعت الليد، وبعد كده ريفلكت عشان تغطي الانتيرو سيرفيس اوف ذا سكليرا. لو تخيلتوا حضراتكم البطانه دي متخيطه في القميص ده بالشكل ده، بقت بالظبط زي الكونجنكتيف.
وزي ما قلنا ده كلوز سبيس، مفيش حاجه بتخش بينهم، علشان البلبيبرا كونجكتيفا والبلبر كونجكتيفا اللي هي الجزء اللي مغطي السكليرا كونتينوس وذ ايتش اذر ات ذا فورنكس. بعد الديفينيشن بنقول الجروس اناتومي، ولما يجي لك سؤال في اخر السنه نظري عن اناتومي اوف اني ستراكشر، يعني اناتومي اوف ذا ليد او اناتومي اوف ذا كونجكتيفا اناتومي اوف ذا كورني اناتومي اوف ذا ريتنا وات ايفر، حضرتك هتبدا الاول بالديفينيشن وبعدين تقول الجروس اناتومي وبعدين الماينوت اناتومي وبعدين البلاد سبلاي ليمف سبلاي نيرف سبلاي، وكده تبقى غطيت السؤال كله. بالنسبه للجروس اناتومي احنا عندنا الكونجكتيفا اذا ميوكاس ميمبرين فيري سين فيري ديليكيت سيمي ترانسبرنت، وزي ما حضراتكم شايفين الميه ترانسبرنت عشان كده انتوا شايفين قاع النهر. نفس الكلام بالنسبه لنا احنا شايفين السكليرا اللي هي البيضة ديت قدامنا عشان الكونجنكتيفا برضو سيمي ترانسبرنت. فيري فاسكولار وما بيبانش الفاسكولاريتي بتاعتها غير لما يحصل اريتيشن او انفكشن، زي ما انتوا شايفين تبقى حمراء بهذا الشكل وتعمل لي اللي احنا بنسميه ريد اي. The conjunctiva is also lacks enough to allow your eyes to freely move. عينك بتتحرك يمين وشمال لأنها lacks، لو هي tough tissue ما كنتش هتعرف تحرك عينك يمين وشمال وفوق وتحت. conjunctival بالبيبرا والفورنكس والبلبر conjunctival بيعملوا مع بعض conjunctival sac. sac لأنها sac مقفولة هي مفتوحة لما الليد بتبقى مفتوح، بينما sac لونها الاصفر زي ما انتم شايفين من فوق لتحت مع الكورنيا بتعمل لي كومبليت ساك. علشان كده احنا بنقول ايه كونجكتيفا ساك اوبن ان ذا فرونت ات ذا بالبيبرال فيشر اند اونلي كلوزد وين ذا ايليد ار شات. الكونجكتيفا بتتقسم لخمس اجزاء، بالبر كونجكتيفا اللي هي مغطيه الانر سايد اوف ذا ليد، بالبيبرال كونجكتيفا واللي هي مغطيه الاكسبوزد بارت والانتيرور بارت اوف ذا سكليرا، الفورنكس ذا سايت اوف ريفليكشن الواصله بين الاثنين، عندنا البيليكا سيميليوناريس، وعندنا كمان الجزء الخامس اللي هو الكرانكل. تعالوا نشوف واحده واحده منهم. بالبيبرال كونجكتيفا ات لاين باك اوف ذا ليد، تبدا من الجراي لاين لغايه الفورنكس. It's firmly adherent to the tarsus. لو تحب تشيل البلبيبرا كونجكتيفا من التارسس ما تعرفش ايه ما تعرفش تطلعها لانها لازقه في التارسس كويس. لو قلبت الليد من جوه مفروض ان انت تشوف الموبوميان جلاند. ليه؟ لان الكونجكتيفا ترانسبرنت زي المنظر ده، بس هتفاجئ لما تقلب الجفن بتاع المصريين ان حضرتك مش هتعرف تشوف الموبوميان جلاند علشان حصل فايبروزيس نتيجه التراكوما اللي خدها كل المصريين، كل اللي بيعيشوا في مصر بياخدوا تراكوما زي ما نتكلم على التراكوما بعد شوية. عشان كده مش هتعرف تشوف المنظر اللي انت شايفه دوت ده، تشوفه في طفل صغير او تشوفه في خواجة جاي يزور مصر. على بعد 2 مليمتر من الليد مارجن في عندنا جروف اسمه سالكس سب ترسالس. البلبيبرا الكونجنكتيفا بقسمها لمارجنال وهي اللي موجوده في المارجن، وترسل اللي هي مغطيه الترسس، واوربيتال اللي هي من الترسس لغايه ما توصل لناحيه الفورنكس. الفورنكس ده السايت اوف ريفليكشن ما بين البلبيبرال كونجنكتيفا والبلبر كونجنكتيفا، يبقى ده المكان الفورنكس اهو. الحته ديت دي بنسميها ايه؟ الفورنكس. واحنا عندنا كام فورنكس يا جماعه؟ عندنا اربعه فورنكس، واحده من فوق اهي، واحده من تحت، واحدة لاترال، واحدة ميديال، يبقى عندنا فور فورنكس. اللي مهمين بالنسبة لنا الابر فورنكس واللور فورنكس لان هما بيحصل فيهم تشينج زي لما هنشوفها، انما ايه اللاترال والميديال فيري شالو اند اوف ليس امبورتانت. السوبير فورنكس هي ذا ديبست وان، وبالمقارنة النيزل فورنكس هي ذا شالوست وان. سوبير فورنكس receive levator insertion and duct of lacrimal gland. طب البلبر كونجنكتيفا، البلبر كونجنكتيفا cover the anterior part of the sclera، اهي الحته دي كلها اللي مغطيه من السكليرا هنا اهوت وهنا اهوت وتحت وفوق، دي البلبر كونجنكتيفا. loosely attached to the sclera except the 3 millimeter
الراوند ده ليمبس، يعني هنا لو شديت الكونجكتيفا تطلع معايا 3 مليمتر حوالين الليمبس ما تطلعش معايا. طب اهميه الكلام ده ايه؟ لو انا باجي بدي احقن انجكشن او انا بعمل سيرجري، اعرف ان انا لما اشد الكونجكتيفا 3 مليمتر الراوند ليمبس هلاقيها ايه؟ فيرملي ادهرنت تو ذا اندرلاينج سكليرا اند ايفسكليرا. البليكا سيمي ليوناريس، وسيمي ليوناريس يعني هلال، لان احنا عندنا سمول كريسنت فولد اوف ذا كونجكتيفا ات ذا انر كانسس دايركتد لاترالي، زي ما انتم شايفين اهي ديت البليكا سيمي ليوناريس، بتبقى اللي هنرسمها احنا عندنا اهو بالشكل ده، تبقى هايلي فاسكولار وريتش ان جوبلت ايه؟ وريتش ان جوبلت سيل، ريبريزنت ذا ثيرد ليد ان ذا انيمالز. في بعض الانيمالز وبعض الطيور والشارك بالذات السمك القرش عنده ايه؟ ليد بيتحرك من جنب لجنب، فالبليكا سيمينولاريس ديت مكان الثيرد ليد اللي ايه؟ اللي عند الانيمالز اللي هو مش موجود عندنا احنا. نعرف معلومه طريفه عن الجمل، مش معلومه امتحان، انا معلومه للمعلومات العامه. شايفين الجمل رموشه طويله ازاي؟ وشايفين هنا عنده ايه؟ ليد التالت. الليد التالت دوت بيقفل العين من سايد تو سايد، اللي فوق وتحت دول بيقفلوهم ايه؟ من فوق لتحت، انما ده بيتحرك سايد تو سايد يعني بالشكل ده. والليد دوت من فضل ربنا على الجمل ان الليد دوت فيري ترانسبرنت، لما الجمل بيقفله يقدر يشوف، وربنا خلقه للجمل ليه بالشكل ده؟ علشان لو في عاصفه رمليه يقفل الجمل الجفن التالت ويفتح عينين الاثنين، فيحمي العين من الرملة انها تخش في عينه. سبحان الله، ربنا بيخاطب العرب ويقول لهم ايه؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الكرانكل، وده اخر جزء موجود عندنا، لو كبرنا الصورة هيبقى الحتة ديت الفاسكولار فريش اليفيشن ات ذا انر كانسس، عبارة عن موديفايد سكين كونتينز هير colorless hair and specious gland. يبقى احنا عرفنا بقى ان الكونجنكتيفا جروس اناتومي عباره عن 5 حتت، بالبيبرال وبالبر وفورنيسيز، فورنيسيز جمع فورنكس، وبليكا وكرانكل. البالبيبرال مارجنال وتارسال واوربيتال، والبالبر سكليرال وليمبر، والفورنكس ابر ولور ونيزل وتيمبرال، والبليكا لوحدها والكرانكل برضو لوحدها. نيجي نشوف المينوت اناتومي. الكونجنكتيفا consists of two layer epithelium وستروما. الستروما اللي بسميها substantia probia برضو ليها two layers consists of two layer adenoid layer وfibrous layer. تعالوا نشوف اول طبقه اللي هي الابيثيليوم، عباره عن نان كريتينايزد ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم with goblet cell اللي هي ميوسين سكريتنج سيل. ده النان ستراتيفايد نان كريتينايزد ستراتيفايد ابيثيليوم، ودي الجوبلت سيلز اللي موجوده ايه؟ وسطه دوت الابيثيليوم. طب الابيثيليوم it is of 2 to 6 layer in number according to the area. يعني ايه according to the area؟ يعني الاريا اللي عند الليد مارجن قريبه من السكين، فهلاقيها من 5 ل 6 ايه؟ ل 5 لاير، ل 5 ل 6 لاير زي السكين، كويس؟ والاريا اللي عند الترسس هلاقيها 2 لاير بس، وبعد كده من بعد الترسس تبتدي الاريا النمبر يزيد لغايه ما وصل عند الكورنيا، يبقى من 5 ل 6 لاير. لو بصيت على كل لاير منهم او على الابيثيليوم دوت، هلاقي ان اول سيلز منهم، انا بصيت على كل سيلز الاقي ان اول سيلز منهم بيزل كيوبيكال، وبعد كده كولامنر سيل، وبعد كده فلات سيرفيس او فلات سيلز ات ذا سيرفيس. الطبقة الثانية اللي هي الستروما اللي هي السبستانشيا بروبيا، وقلنا الستروما بتتكون من طبقتين، أول طبقة فيها سوبرفيشال أدينويد لاير، ودي عبارة عن لوس كونكتيف تيشو كونتيننج ليمفوسايتس، وما بتظهرش وما بتتكونش غير بعد 3 أشهر. إيه أهمية الكلام دوت؟ إن أي طفل صغير هيجي له انفلاميشن قبل ما يتم 3 أشهر مش هيحصل أدينويد هايبربليزيا، مش هيحصل ليمفويد هايبربليزيا، يعني لان الليمفوسايتس بتاعته ما تكونتش لسه، ولكن الرياكشن بتاعه هيكون شكل بابلي. عشان كده ما بلاقيش فوليكل في الاولاد، بلاقي اقل من 3 اشهر بلاقي بابلي. يعني ايه فوليكل؟ يعني ايه بابلي؟
حالا هنشوفهم واحنا بناخد الكونجنكتيف. الديب لاير هي عبارة عن ديب فايبرس لاير كونتيننج البلاد فيسلز والنيرف. بلاقي فيها كمان الجلاند اوف كراوس في الاستروما بتاعت الابر فورنكس. هي ايه الجلاند اوف كراوس ديت؟ لازم نعرف ايه حضراتكم الجلاند اللي في الكونجنكتيفا كلها. الجلاند اللي في الكونجنكتيفا اول نوع اللي هو الجوبلت سيل، ودي ميوكاس جلاند ان ذا ابيثيليوم سيكريت ذا ميوسين او ذا ميوكاس. و الجلاند الثانيه هي اكسسوري لاكريمال جلاند اللي هما جلاند اوف كراوس والولفرين جلاند. الجلاند اوف كراوس موجوده زي ما انتم شايفين اهي، بنشاور عليها، موجوده في الابر فورنكس ودي اكسسوري لاكريمال جلاند. برضو اكسسوري لاكريمال جلاند الولفرين جلاند، ودي موجوده في الابر بوردر بتاع الايه، بتاع ات ذا ابر بوردر اوف ذا تارسس. طب البلاد سبلاي، الارتريز عندنا الانتيريو كونجنكتيفال ارتريز، ودي برانشز من الانتيريو سيلري قبل ما يعمل بيرسنج للسكليرا، سبلاي ذا انتيريو بارت اوف ذا بلبر كونجنكتيفا تقريبا 4 ملم اراوند ذا ليمبس. شايفين الصوره ديت؟ دول الانتيريو سيلري ايه، ارتريز قبل ما يعملوا بيرسنج للسكليرا بيدوني الانتيريو كونجنكتيفال، انتيريو كونجنكتيفال ايه فيسلز. طب في كمان عندنا البوستيريو كونجنكتيفال ارتريز، ودول برانشز من البالبيبرا اركيدز. البوستيريو كونجنكتيفال ارتريز مع الانتيريو كونجنكتيفال ارتريز انستموز فريلي انسايد ذا كونجنكتيف. طب الفينز، الفين اكامبرز ذا ارتري بات مور نمرس. عندنا الانتيريو كونجنكتيفال فينز درين انتو انتيريو سيلري اند اوفسالميك فين، يعني انتيريو بيودي الانتيريو سيلري والانتيريو سيلري بيودي الاوفسالميك فين، والبوستيريو كونجنكتيفال فين بتودي البالبيبرال فينز that drain into the ophthalmic veins. النيرف سبلاي، والنيرف سبلاي بتاع الكونجنكتيفا هنقول انه زي الليد بالظبط اللي هو الاوفثالميك ديفيجن اوف ذا فيفث نيرف، ما عدا 3 ملم اراوند ذا ليمبس هيبقوا زي الكورني. ولما يجي لك السؤال ده في الامتحان مش تكتب زي الليد وزي الكورني، لا، تكتب ايه النيرفز اللي موجوده في الليد، وتكتب ايه النيرفز اللي موجوده في الكورنيا اللي هي الكونجنكتيفا بتبقى زيهم. زي الليد برضو الليمف سبلاي برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، الابر ميديال والابر لاترال واللور ميديال، كل واحدة بتروح فين، مش هنعيد الكلام مرة تانية. كده يبقى خلصنا الاناتومي اوف ذا كونجنكتيفا، ونشوف الفسيولوجي اوف ذا كونجنكتيفا. وهنقول ان الكونجنكتيفا لها تو فانكشن. اول فانكشن بروديوس بارت اوف تير فيلم، ده اللي بنسميه الميوسين بارت اوف ذا بري كورنيال تير فيلم، اللي هو الجزء الصغير الاخضر اللي موجود دوت اللي فوق الابيثيليوم على طول دوت، سكريتد من ميوكاس لاير، ده سكريتد من الكونجنكتيف. تاني فانكشن ايد بروتكشن اوف ذا جلو، علشان ما ننساش ابدا الوظيفه المهمه بتاعت الكونجنكتيفا وهي في البروتكشن، نفتكر مع بعض الاي بي سي دي اي اف. اول حرف في الاي بي سي حرف الاي، وده بيفكرنا بالادينويد لاير. الكونجنكتيفا كونتين اباندنت ليمفويد اليمنت مسؤوله عن الفاجوسايتوزيس، وده وان اوف ذا موست امبورتانت ديفنس ميكانيزم. ده الحرف الاي. برضو نفتكر بحرف الاي ان الكونجنكتيفا كونتين انتي مايكروبيال بروتينز ان ذا تير. البي يفكرنا ببلادي conjunctiva is very vascular. والسي تفكرنا بان الكونجنكتيفا is cool، هذا subnormal temperature، درجة الحرارة فيها 35، that's incompatible with life with many organisms. السي برضو بتفكرنا بcontinuous wash، conjunctiva is continuously washed by the tear. والدي بتفكرنا بdiphtheroid and other normal flora that secrete antibiotics kill other أورجانيزم. آخر حاجة الإي بيفكرنا إن الإنتاكت إبيثيليوم أكت ذا بارير أجينست أورجانيزم. يبقى البروتكشن بتاع الجلوب ما ننساوش أبدا بإي إي بي سي سي دي إي، أدينويد لاير، فاجوسيتوزيس، أنتي ميكروبيال بروتين أوف تيرز، بلادي، ذا كونجنكتيفا فيري فاسكولار، كول، كونتينوسلي ووشت with diphtheroids and normal flora and intact
ايبيثيليوم. وبنهاية الفسيولوجي يبقى كده وصلنا لنهاية درس النهاردة، ما هوش كبير قوي ولا حاجة، كونجنكتيفا مهم الاناتومي بتاعها. حضراتكم كده يبقى خلصنا أول جزء في الكونجنكتيفا اللي هو اناتومي اند فسيولوجي اوف ذا كونجنكتيفا، وأشوف حضراتكم مع الدرس الجاي اللي هنتكلم فيه عن الكونجنكتيفايتس. كونجنكتيفا ايتس يعني انفلاميشن اوف ذا كونجنكتيفا. ياريت نحاول نقرا مع بعض شوية ونجهز نفسنا عشان لما ناخد الدرس نبقى مستوعبينه أكتر. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.